أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بأبي طالب فقط، ليس عاما للناس، وهو لم يخلصه من النار وإنما شفع في تخفيف العذاب عنه فقط، نعم، ولم يخرجه من النار. نعم.